يلا تخلعش سير سير. شوفوا هالذكر هذا اللهم بارك تهوى بارك الله. شوفوا هذا ذكر وانت ديالو راح طنع البيض. السلام عليكم الأصدقاء المتابعين، تحية لكم أينما كنتم. اليوم غنفرطاجي معكم تفقد الأعشاش. نشوفوا الحمام اللي وضع البيض واللي مازال كما شفتوا ديجا كنت لحت لهم داك الأعواد باش يبنيو العشاش. اليوم غنتفقدو نشوفوا فين وصلوا، واش كاين شي بيض واش مازال. خليكم معايا تشاهدوا. اللهم بارك. ولا هاي كما كتشاهدوا الاخرى عاوتاني كذلك، هي حضنا على البيضات الحمامة العنبر كما كتلاحظوا معايا. الاخرى كذلك هي رديجة بنت العشيش ديالها، راه حضنا راه عندها البيض كما كتشاهدوا. نشوفوا شوفوا هذه هنايا لتحت ما فيهاش يبان ولا لا، كذلك هي راه حضانا على البيض كما كتلاحظوا. يعني من بعد ما لحت لهم داك العويدات كل واحد فيهم الانات كلها بنات العشيشات، وضعوا البيض ديالهم وجاب الله التيسير فيهم. بغيت نشارك معاكم تفقد الاعشاش ديالي كما كتشوفوا. ها هما داروا البيضات ديالهم كلهم حطايين على البيض. شوفوا هذا الذكر هذا اللهم بارك كيفاش داير. شوفوا اللهم بارك هذا الذكر هذا كيفاش داير. هذا واحد السلالة زوينة، الفصيلة زوينة. هذا مازال غنبارطاجي معكم واحد الذكر اخر. يلا تخلعش سير سير. شوفوا هذا الذكر هذا اللهم بارك حتى هو بارك الله. شوفوا هذا الذكر البنت ديالو راح ضنع البيض. وكما كتشاهدوا هذه هي السجينه ديال الحمام ديالي، هذه راه صنعتها بيدي انا. هي هذه هي السجينه ديال الحمام، سجينه صغيره زويونه، والحمام كله راه وضع البيض ديالو. الى عجبك الفيديو دير جيم، طبي لايك، لايك الاصدقاء الفيديو، كنتمنى تدعمونا بلايك وشكرا على المتابعه. تلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.